ايه ده؟ معقول اكون وحشتك بسرعه كده؟ متشوفش وحش يا عم، فاضي ولا وراك حاجه؟ افضلك يا سيد المعلمين. كده ابتدينا نلغوش ونحور من اولها. بس كده باين ان بالك مشغول وما عندكش استعداد للهزار. اديك رسيت على التيتا، لخص بقى وهات معايا من الاخر. امرني. محتاج ميه. عينيا قد ايه؟ 10 مليون. اخضر. يا نهار ازرق. بقول لك اخضر، هتزرقها ليه؟ ايوه، ودول عايزهم امتى وهترجعهم امتى؟ من ناحيه عايزهم امتى؟ ده انا عايزهم من امبارح. هرجعهم امتى؟ هرجعهم لك اول ما اصرف البضاعه اللي عندي. ايوه، يعني بعد مده قد ايه؟ بالكتير شهر. شهر؟ مالك اتنفضت كده اكن لدغتك عقربه؟ ايوه يا صاحبي، بس اجمد 10 مليون اخضر لمده شهر وانا عندي طلبيات عربيات، كده تقف بخساره. ولا يهمك يا صاحبي، هرجعهم لك بالخساره بتاعتهم. ايوه، بس خسارتها تقيله. والله ما في اتقل من دمك يا حسونه. انجز يا حسونه ولخص وقول لي عايز الفايز بتاعهم كام. حمد الله، انا ماليش في الفايز، دول تعويض عن وقف الحل لمده شهر. انجز يا حسونه، كام؟ عشانك انت 11 وربع. كتير يا حسونه. بشوقك، لو تحب اكلم لك حد تاني في السوق عشان تعرف ان انا مكرمك قد ايه. من هنايا. ولا تكرمني ولا كرمك يا حسونه، انت طمعت والطمع والجشع مالي قلبك، ولو خدت فلوس بالفايز من واحد طماع زيك ربنا مش هيبارك لي. متشكرين متشكرين يا عم حسوكه، وخليك فاكرها. وهي الندله تتنسي يا صاحبي؟ طول ما انت موجود الندله هتروح فين؟ ده احنا بنطمن على الندله بيك، ومن النهارده مفيش صاحبي، جبل الصحاب انهد ومحدش بينفع حد. مش عارف ايه حالة الصمت كده اللي في التاكسي دي. هو الظاهر كده ان يعني في مشكلة. هو المزمزيل اللي قفش عليك يا سعيد؟ مفيش رد. طب هو قفش عليك على حضرتك يعني يا مزمزيل سعيد؟ مش عارف انا. انتوا شكلكم انتوا الاتنين اللي قافشين عليا ولا ايه؟ طب انا هنزل اجيب سجاير من الكشك يا سيد. اجيب لك سجاير؟ طيب اجيب لي الانسه سجاير؟ ميرسي. طيب 5 وراجع. يعني من ساعة ما خرجنا من البيت ما فتحتش بقى في كلمة واحدة. ممكن أفهم بقى أنت ساكت ليه؟ عايز الصراحة. يا ريت. متضايق من نفسي مش شاكك فيك. سيد، الراجل بتاع الكشك بيقول لي السجاير ب 23 جنيه، أعمل إيه؟ إيه يا عم؟ ما تفهمنا ايه اللي بيضحك قوي كده؟ ايه؟ على الاقل نضحك معاك يا اخي. مش معقول خفة دمك يا ابو العز بيه. معقول يا راجل عايز محامي يسلف تاجر مخدرات؟ ولما اقول لك كلمه ابيحه دلوقتي يا متر، مش تاجر المخدرات ده انت بتدافع عنه برضه ولا ايه؟ وماله؟ دي شغلتي. يعني شغلتك تدافع عن تاجر المخدرات؟ انما تسلفه فلوس؟ لا. طب لا. لا ايه؟ لا وخلاص يا اخي، انت هتحاسبني على الكلام ولا ايه؟ اقول اللي انا عايزه. ده ايه العالم الوهده اللي احنا بنتعامل معاها ده يا رب؟ طب استنى استنى بس، انا ما يخلصنيش امشي من عندي وانت زعلان. محتاج كام؟ 10 مليون اخضر. يا ده عمليه كبيره فعلا. بصوا لنا بقى في اللقمه، ما احنا ناقصين قر اصل، يعني لا منك ولا من كفايه شرك. طب بدل ما تستلف يا اخي، ما تتصل بسالم بيه يجيبهم لك من فلوسك اللي بره. يا عم فلا الله ولا فالك، انا طول عمري بكلم سالم بيه ياخد الفلوس بتاعتي يطلعها لي بره، يعني اكلمه دلوقتي يدخلها لي جوه ياخدها حتى بركتها تقل. مش عارفه اقول لك ايه يا سيد. ما تقوليش حاجة، لأني ما عملتش حاجة تستاهل الكلام. كفاية إنك صدقتني وحسيت باللي أنا فيه. يمكن عشان حسيتك زيي غلبانة وعايزة تعيشي. جايز ربنا ليه حكمة إنه جمعنا. جايز.
جايز. ايه يا ابو السيدي انت فين؟ ده انا قلب الدنيا عليك من بدري. في ايه مالك؟ في واحد قريبك مستنيك في اوضتك من الصبح، بس ما تقلقش عملت معاه الواجب وزياده. قريبي؟ تعالى.